بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعاً. إذن في حصة اليوم سنتطرق إلى عملية تصحيح الامتحان الوطني لمادة الفيزياء والكيمياء الدورة العادية 2018. هذا التصحيح فهو مخصص لشعبة تلاميذ شعبة العلوم التجريبية مسلك علوم الحياة والأرض والعلوم الزراعية. لنبدأ التصحيح. كما تعلمون أن الموضوع يتكون من تمرين في مادة الكيمياء وتمارين في مادة الفيزياء. لنبدأ بالتمرين الأول اللي هو تمرين الكيمياء، وهو يحتوي أو يتكون من جزئين، هما التحولات الحمض القاعدة ودراسة العمود. الجزئين مستقلين، الجزء الأول فهو يخص دراسة حمض الإيبوبروفين كحمض كربوكسيلي. إذن الإيبوبروفين فهو جزيئة صيغتها الإجمالية C13H18O2، وتشكل العنصر الفعال في مجموعة من الأدوية من فئة مضادات الالتهابات. يهدف هذا الجزء إلى دراستين، الدراسة الأولى مخصصة لمحلول مائي للإيبوبروفين، والدراسة الثانية وهي معايرة محلول مائي للإيبوبروفين. من بين المعطيات هناك الكتلة المولية للإيبوبروفين 206 غرام باغ مول. إذا لنبدأ بحل الجزء الأول وهو دراسة محلول مائي للإيبوبروفين. أعطى قياس pH محلول مائي للإيبوبروفين تركيزه المولي C تساوي 5.0×10^2 مول باغ لتر. القيمة pH تساوي 2.7 عند درجة الحرارة 25 درجة سلسيوس. معادلة التفاعل المندمج للتحول بين الإيبوبروفين والماء هي كالتالي. إذا أول سؤال وهو بين أن هذا التحول محدود. السؤال الثاني أحسب قيمة QR الإيكيليبر وهو خارج التفاعل للمجموعة الكيميائية عند التوازن. ثم أخيرا نستنتج قيمة pKa لهذه المزدوجة. إذا لنبدأ بحل السؤال رقم الأول وهو بين أن هذا التحول محدود. إذا قبل أن نبين أن هذا التحول محدود يجب إنشاء ما يسمى بالجدول الوصفي. إذا الجدول الوصفي فهو مقسم إلى خانات وإلى ديلين إدي كولون. إذا في الخانة الأولى أو في السطر الأول نكتب معادلة التفاعل، ثم الحالة البدئية، الحالة الوسطية كما هو مبين في الشكل التالي. إذا الحالة البدئية كما تعلمون إذا فهي تخص أو الخانة الأولى تخص الإيبوبروفين. إذا كمية مادة الإيبوبروفين كحمض أسيد هي السي فوا في، بحيث السي هو التركيز وفي هو الحجم. بالنسبة للماء فهو مستعمل بوفرة أو يعتبر كمذيب. بالنسبة للنواتج فحالتها البدئية فكمية مادتهما منعدمة. بالنسبة للحالة الوسطية إذا نكتب كمية مادة الحمض على الشكل التالي، فهي كمية المادة البدئية السي فوا في ناقص إكس. بالنسبة للنواتج نكتب إكس إكس. بالنسبة للحالة النهائية نكتب سي فوا في موان إكس فينال بالنسبة لكمية المادة الحمض الإيبوبروفين في الحالة النهائية. بالنسبة للنواتج نكتب إكس فينال إكس فينال. إذا بعد إنشاء الجدول الوصفي إذا لنبين أن التفاعل المدروس محدود. إذا لكي نبين أن هذا التفاعل المدروس محدود يجب حساب مقدار فيزيائي يسمى بنسبة التقدم النهائي ونرمز له بطو. نعلم أن هذا مقدار فيزيائي طو يساوي حسب التعريف وإكس فينال مقسوم على إكس ماكس. إذا لنحسب أو لنجد تعبير إكس فينال، أولا حسب الجدول الوصفي للتفاعل لدينا، إذا سنهتم بالخانة التي تخص أيونات H3O+. إذا حسب الجدول الوصفي فكمية مادة H3O+ حسب الجدول الوصفي هي إكس فينال، و يمكن تعويض كمية المادة H3O+ بتركيز H3O+ فوا في تساوي إكس فينال. ونعلم كذلك أن هناك علاقة تجمع بين تركيز أيونات H3O+ والبي اش، وهي كالتالي تركيز H3O+ تساوي 10^ pH، ومنه فإن
إذا نعوض في العلاقة السابقة x فينال تساوي هي 10 أس ناقص بي اش فوا في. الآن لنجد تعبير x max. بما أن الماء يلعب دور المذيب فإن المتفاعل المحيد هو الإيبوبروفين، ومنه فإن سيف وفي ناقص إكس ماكس تساوي صفر، أي أن إكس ماكس تساوي سيف و في. إذن نسمي هذه العلاقة 2 والعلاقة 1، وبالتالي إذن طو تساوي، إذن يمكن تعويض إكس فينال في العلاقة السابقة ب 10 أس ناقص بي اش فوا في، ثم على إكس ماكس يمكن تعويضها ب سي فوا في، وأخيرا نختزل ب في مع في ونحصل على العلاقة التالية. إذن طو تساوي 10 أس ناقص بي اش مقسوم على سي اللي هو التركيز. الآن نمر لتطبيق العددي. إذن حسب معطيات التمرين فبي اش تساوي 2.7، إذن غادي نعوضها، إذن 10 أس ناقص 2.7 مقسومة على سي، إذا سي تساوي 5.0 في 10 أس ناقص 2، ومنه فإن إذا طو تساوي 0.04، أي 4%. بما أن طو أصغر من 1 نستنتج أن التفاعل المدروس هو تفاعل محدود، أي غير، يمكن أن نقول كذلك أن التفاعل فهو غير كلي، وبالتالي نكون قد بينا أن هذا التحول محدود. الآن سننتقل إلى السؤال رقم 2، وهو أحسب قيمة QR، أحسب قيمة QR خارج تفاعل عند التوازن. إذن حساب QR عند التوازن. إذن لحساب QR عند التوازن، إذن نعلم أن، إذن نستعمل خاصية QR à l'équilibre، ولاستعمال هذه الخاصية QR à l'équilibre إذن يجب بطبيعة الحال الرجوع إلى معادلة التحول. إذن ف QR à l'équilibre تساوي هي خارج أو قسمة، إذن بالنسبة للنواتج، إذن تركيز الناتج سي 13H17O2- في تركيز عند التوازن، في تركيز H3O+ عند التوازن مقسومة على جداء تراكيز النواتج C13H18O2 عند التوازن، في تركيز H12O كذلك عند التوازن. بطبيعة الحال بالنسبة للتراكيز أس كلهم أس واحد، لأن المعاملات التناسبية حسب معادلة التفاعل فالمعاملات كلها تساوي 1. نعلم أن تركيز الماء نأخذ يساوي 1، بالتالي إذا QR à l'équilibre يمكن اختزالها في العلاقة التالية، إذا C13H17O2- à l'équilibre مقسوم على FH3O+ عند التوازن،
حصوم على تركيز سي 13 اش 18 او 2 يعني تركيز الحمض عدة التوازن حسب الجدول الوصفي. اذا كما تلاحظون حسب الجدول الوصفي فكمية مادة القاعدة سي 13 اش 17 او 2 موا تساوي كمية المادة ديال اش 3 او بلس تساوي اكس فينال اكس فينال. وبالتالي إذا كان لهما نفس كمية المادة يمكن أن نقول أن لهما نفس التركيز. إذا حسب الجدول الوصفي فتركيز سي 13 اش 17 او 2 موا عند التوازن تساوي تركيز اش 3 او بلس عند التوازن تساوي 10 اس ناقص بي اش تساوي كذلك اكس فينال سيغ في. كذلك دائما حسب الجدول الوصفي بالنسبة لتركيز الحمض سي 13 اش 18 او 2 عند التوازن اذا التركيز فهو يساوي كمية المادة سي 13 اش 18 او 2 مقسوم على في. بالنسبة لكمية المادة ديال هاد الحمض حسب الجدول الوصفي هي سي فوا في ناقص اكس فينال الكل مقسوم على في. يمكن كذلك أن نكتبها على الشكل التالي هي سي فوا في مقسوم على في ناقص اكس فينال مقسوم على في. يمكن اختزال بين في مع في وبالتالي نحصل على العلاقة التالية سي ناقص اكس فينال سيغ في تساوي كذلك هي سي واكس فينال على في يمكن تعويضها ب 10 أس ناقص بي اش.